يجب أن نستعرض ما حصل في الدورات السابقة، أنه دائما رئيس الوزراء اللي دا يصير هو توافقي، يعني أكو من كتلة حصلت أو شخصية حصلت على أكثر من 90 مقعد، ولكن هل حظيت بأن تكون رئيسا للوزراء؟ لا، إذن رئاسة الوزراء في العراق هو توافقيا ويدخل بالإطار التنسيقي بشكل جدي وشكل أساسي. نعم. يعني لو نظرنا إلى السيد السوداني، هو كان ما عنده غير مقعدين، المقعدين في تراد في تيار الفرات اللي هو أسسه الفراتين الفراتين اللي صار ب 2019، برز للسيد السوداني أنه شخصية يمكن أن يعتمد أو يمكن أن تحظى بمنصب تنفيذي، وقد حظى بهذا المنصب بناء على شو؟ بناء على توافق الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي هو ليس إطار محض شيعي، وانما به كافه كتل السياسيه اللي هي من الكراد والسنه. هذا تقصد به ليس الاطار التنسيقي، هذا تحالف اداره الدوله. لا لا، هو الذي يجمع الكل. الاطار التنسيقي يحتوي تحالف الدوله، يعني لما نتحدث نتحدث بشكل اندماجي، خلينا نقول، لانه لولا تحالف الدولة لا يمكن أن يبرز السيد السوداني كرئيس وزراء. وأيضا سبق السيد المالكي ما كان بالمقاعد، وإنما كان توافقي، وقبله أيضا كان السيد العبادي توافقي. إذا رئاسة الوزراء في العراق هي توافقية، ولكن الصراع هذا شرعي والصراع قانوني، لأنه من يطمح أن يكون رئيس الوزراء يجب أن يكافح ويجب أن يطرح إنجازاته ويجب أن يطرح كيف النجاح بالخطة مالته. يعني السيد السوداني طرح الخطة مالته هي تنمية وخدمات. نعم. فإلى أي مدى يستطيع استقطاب الجماهير واحتوائهم والحصول على أصوات؟ الأولى أن يحظى طيب.